السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على تشيز كيك بالفراوله، ولكن ما غاديش نستعملوا الفراوله نهائيا الا ما كانش عندنا الفراوله وتشهينا اننا نصاوبوا تشيز كيك بالفراوله. غنوريكم كيفاش نصايبوه، وغتجي فيه نكهه الفراوله وبلا ما تكون عندنا فاكهه الفراوله. غادي نحتاج هنا 400 غرام ديال البسكوي اللي مطحون بهذا الشكل. غادي نزيد معاه كيس من سكر فانيليا، وعندي هنا تقريبا نص كاس ديال الزبده المذابه غادي نضيفها. صافي، غادي نرمل هذا الخليط ديالي بهذه الزبده. صافي، بعد ما رملت الخليط ديال البسكوي ديالي بهذا الشكل، ما كنعلكوش غير كنرملوه صافي باش نعرفو واجد، كنجمعو هكا واحد شويه كيتجمع صافي، وفي نفس الوقت راه كيتفتت ملي كنوركو عليه. غادي ناخذ المول اللي غادي نمونطي فيه التشيز كيك ديالي. انا استعملت فيه هنا ورق الزبده من الاسفل لانني ما بغيتش نستعمل القاع ديال المول. غادي نحط القاعده ديال التشيز كيك، وملي غادي غندخلها المجمد ملي غتجمد غادي نهزها باش تهز ليا بسهوله. درت هذا الورق ديال الزبده صافي. غادي نحط البسكوي ديالي كامل بهذا الشكل. صافي، وغادي نحاول نقادو يكون متساوي ونورك عليه مزيان باش يثبت ليا في قاع ديال المول. صافي، بعد ما ثبتو بايديا مزيان في القاع ديال المول، كناخذ القاع ديال الكاس وكنبقى نورك على البسكوي ديالي بهاد الطريقه. صافي، بهذا الشكل كتكون الطبقه الاولى او قاعده التشيز كيك ديالنا واجده. غادي ندخلها المجمد بين ما وجدنا طبقه كريمه الجبن. بالنسبه لطبقه كريمه الجبن، غادي نستعمل فيها علبه من بودره الكريم شانتيي اللي غادي نطلعها مع ربع لتر من الحليب البارد. عندي هنا علبه ديال الجبن اللي فيها 190 غرام. غادي نستعمل معها اربعه القطع من الجبن المربع. غادي نستعمل جوج علب من هذا الفرماج فري، هذا الياغورت هذا اللي كيكون على هذا الشكل بنكهه الفراوله. وغادي نستعمل النكهه ديال الفراوله، تقدروا تستعملوا نكهه الفرومبواز حتى هي كتجي لذيذه بزاف. هذه هي اللي غتعوض لنا الفراوله في كريمه الجبن ديالنا وغتعطينا النكهه ديالها. غادي ناخذ جوج ديال الاواني. الاول غادي نوضع فيه بودره الكريم شانتي مع الحليب. والاناء الثاني غادي نوضع فيه الجبن الانواع ديالو. غادي نضيف واحد شويه ديال النكهه، انا عندي هنا ديال الفرومبواز، غادي نضيف هنا شويه وهنا شويه. هذه اللي كتكون على شكل جيل كتعطي النكهه زوينه. تقدروا تستعملوا الفخيز، انا غير ما توفرتش عندي استعملت الفرومبواز حتى هو كيجي زوين بزاف مع النكهه ديال الفخيز. دابا غادي نطلع هاد الكريم شانتيي حتى نحصل على كريمه تكون عاقده، وكذلك غنطلع هاد الاجبان حتى نحصل عليهم متجانسين ويعقادوا شويه. انتما تابعوا معايا.
غادي نبدا نضيف هاد الكريمه اولا هاد الاجبان اللي طلعت بشويه بشويه، يعني على جوج مرات ولا ثلاثه غادي نضيفهم على كريمه الشونتي ونبقى نحرك من تحت للفوق بهذه الطريقه حتى يندمجوا ليا بجوج. صافي كريمه الجبن ديالنا هي واجده، غادي ندخلها للثلاجه بين ما جبدت القاعده ديال التشيز كيك وقديتها في الطبق اولا في الصحن اللي غادي نكمل فيه المونتاج ديال التشيز كيك ديالي. جبدت القاعده ديال التشيز كيك ديالي من المجمد، نحلو غير بشويه بهذا الشكل، تحيد لنا بكل سهوله كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ الطبق اللي غادي نقدم فيه التشيز كيك ديالي وغادي نوضع فيه القاعده بهذا الشكل. صافي بعد ما وضعته هنا في الطبق ديال التقديم هو اللي غادي نقدم فيه التشيز كيك، غادي نعاود نسد بهذا الشكل صافي وغادي نكمل المونتاج في هذا الطبق. غادي نوضع كريمه الجبن، غادي نوضعها كامله بهذا الشكل، غادي نخلي غير واحد شويه اللي غادي نزين به من الفوق تقريبا قد هكا صافي بركه. صافي دابا غادي نقاد الكريمه ديالي. صافي بعد ما قديت الوجه ديال التشيز كيك ديالي غادي ننظف هاد الجوانب غير هكا بصبعي. صافي غادي ندخل التشيز كيك ديالي المجمد، نورمالمون انا كنصايبو كنخليه ليله كامله في الثلاجه ماشي في المجمد غير في الثلاجه، ولكن لضيق الوقت انا صايبتو دابا في الصباح بغيت نقدمه في العشيه، لذلك غادي ندخلو واحد ساعتين هكاك للمجمد حتى تقبط ليا هاد الكريمه راسها وتشد راسها مزيان، ديك الساعه نتلاقاو باش نكملو الطبقه الثالثه. دابا بعد ما داز ساعتين على التشيز كيك ديالي وهو في المجمد غادي ندوزو للطبقه الثالثه. انا موالفه نستعمل فيها عفوا الكولي ديال الفخاز، يعني كنستعمل الفراوله هاد المره كيف ما قلت لكم في الفيديو اولا كيف ما شفتوا في العنوان ديالو بان ما غاديش نستعمل ولا حبه فراوله، يعني غادي نستعمل هاد المستحضر، هذا مستحضر جيلي ديال ايديال، هذا راه كاين ديال يعني شركات بزاف توفر عندي. هذا الطريقه ديال الاستعمال ديالو هي كنخلطو المحتوى ديال هاد الكيس مع نصف لتر من الماء الغليان، انا دابا حاطه الماء كيغلي صافي ما كنعاودوش نحطوه فوق البوطه، ملي كيغلي الماء كنخلطو معاه هاد الخليط هذا صافي وكنقدموه. انا غادي نوضعو فوق التشيز كيك ان شاء الله، غادي نستعمل غير نصف الكميه ديال هاد الخليط ديال هاد الساشي، انا غادي نعبرو وغادي ناخذ نصف الكميه ديالو ونستعملها مع ربع لتر من الماء. انا خديت هنا ربع لتر الماء مغلي وها هو هذاك الكيس قسمته على جوج، غادي نضيفه هنا وغادي نحرك. صافي بعد ما ذاب هذاك المستحضر في الماء غادي نجبد دابا التشيز كيك ديالي من المجمد. صافي غادي نخلي الجيلي ديالي نخليه حتى يدفى شويه، ما نخويش هو سخون بزاف فوق الكريمه حيت غيدوبها ليا، غنتسنى عليه نخليه غير هنايا جانبا نتسنى عليه حتى يدفى شويه عاد نخويه فوق الطبقه ديال كريمه الجبن.
صافي انا ضفت ليه شويه ديال النكهه ديال الفرومبواز اللي استعملت نيت في كريمه الجبن. دابا غادي نحاول نخويه غير بشويه. صافي هنا بعد ما خويته عليه غادي نخليه هنا فوق مكان العمل حتى يبان ليا هاد الجيلي قبط راسو. عاد ندخلو للثلاجه باش يبرد مزيان. غادي نخليه تقريبا واحد الساعه عاد باش نديمو ليه. صافي بعد ما دازت واحد الساعه غادي نحاول نحل المول غير بشويه. صافي بهذا الشكل، على هذا الشكل كيجي تشيز كيك ديالنا كيف ما كتلاحظوا. هذيك الكريمه اللي قلت لكم خليت غادي نزين بها، غنوضع بحال هكا وريضات هنايا. كيكون هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لليوم، تشيز كيك الفراوله بدون فراوله. كيف ما شفتوا معايا راه كيجي لذيذ بزاف، وهاد تشيز كيك راه ديجا قدمته لكم مرات عديده على القناه ديالي، راه بدون فرن وبدون جيلاتين. غادي نخلي لكم الروابط اللي قدمت لكم فيها هاد تشيز كيك ولكن استعملت فيه الفراوله، غنخليهم لكم في صندوق الوصف اسفل هاد الفيديو. نتمنى انه ينال اعجابكم، راه كيجي زوين في المنظر ديالو، كذلك المذاق ديالو كيجي هائل. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. غادي نقطع معكم واحد القطعه نشوفوا كيفاش جا من الداخل. بسم الله. هانتوما تشيز كيك ديالنا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي زوين المنظر ديالو، كذلك المذاق راه كيجي هائل. نتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. والى عجبكم الفيديو كيف العاده ما تنساوش تخليو ليا جيم وتشتركوا بالقناه ديالي اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء مع وصفه قادمه بحول الله.